وانت رايح فين انت وبس كده. تنسوش بقى تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه. السلام عليكم. الفيديو اللي فات كذا حد كتب لي في الكومنتات قال لي ايوه بقى عز احنا عايزينك بقى تعمل لنا فيديوهات عن المطاعم الحلوه اللي مش واخده حقها. فالنهارده انا جايب لكم مطعم هو برده مشهور وكل حاجه بس ايه صيته ممكن ما يبقاش مسمع عند كل الناس. والمطعم ده انا اكلت فيه يمكن بتاع مرتين ثلاثه بس، والكلام ده كان يمكن مثلا من 10 سنين ولا حاجه، بس لحد دلوقتي ناس كتير جدا بتشكر فيه. وطالما انا جاي لكم بالتيشيرت بتاع برادايب بطيخ فعرف ان انا جاي لكم في حاجه تقيله. مطعم النهارده اسمه بيسترو. بيسترو هو شهرته في المكرونات، يعني بقى ايه باستا لازانيا الكلام ده. وعايز اقول لكم وانا بصور بيرول الروايح قويه جدا، فانا مستني اشوف تجربه النهارده تبقى عامله ازاي، يعني هل هتبقى جامده زي من 10 سنين فاتوا ولا تبقى اي كلام. بس قبل ما نبدا الفيديو خلينا نعمل لايك للفيديو، اللي مش مشترك اشترك في القناه، ونوصل الفيديو ده نقول 10000 لايك ونخش بي رولز والمناظر اللي تجوع. يلا بينا. My darling, I told you I'm not perfect man, but I promise I will never hurt you again. My darling, I told you I'm not perfect man, but I promise I will. طيب خلينا نبدا باول حاجه وهو ساندوتش البرجر. ادي العلبه هنا مكتوب عليها بيسترو. الساندوتش ده اسمه رويال بيكون برجر. رويال بيكون ولا كان اسمه ايه؟ اه رويال بيكون برجر. هتفتح بقى كده حاطط لك البرجر جوه ورقه، وجايبين الطبق الجميل بتاعنا. البرجر غرقان جبنه وحجمه محترم، والعيش بتاعه حتى نفسه شكله مختلف عن مطاعم كتير. طيب هو الساندوتش ده عباره عن قطعه البرجر اللي حجمها ضخم ومعاها جبنه شيدر وبصل وبيف بيكن. الساندوتش غرقان في الجبنه بطريقه مش طبيعيه، وحتى هنا العيش محطوط عليه من فوق ده تقريبا دي سيمولينا. نبدا نقول بسم الله. هو بلا دايت بلا بطيخ فعلا. هو في معلومه نسيت اقولها، ان البصل اللي هنا بصل مكرمل وطعمه حلو قوي. الجبنه الشيدر السايحه اللي هنا مغرقه الساندوتش كله. قطعه البرجر لوحدها طعمها تحفه. هو اكيد البرجر ده هم مش جايبينه اللي هو البرجر مجمد والكلام الفاضي ده، لا برجر هم اللي عاملينه وطعمه جميل جدا، بهاراته مظبوطه والبرجر جوسي مش ناشف خالص. اما العيش هنا بقى مختلف وطازه وفي نفس الوقت ما بيفرولش وانت بتاكل. فساندوتش برجر قوي جدا وينافس مطاعم تقيله زي بافلو ويلز والناس دي. فبسرو يا جدعان ما طلعش بتاع مكرونات بس، طلع بتاع حاجات تانية كتير. خلينا نخش بقى بتاني حاجه. كان في حاجه بقى نسيت اقولها، ان كل ساندوتش بيجي معاه كول سلو، كاتشب كتير كده ومعلقتين عشان اجيب ساندوتشين. ادي شكل الكول سلو. كول سلو كما قال الكتاب، كول سلو هنا مش ناشف، مي مي شويه كده، طعمه حلو قوي. ونخش بقى بتاني حاجه معانا، هي علبه كده انا مش عارف لسه جواها ايه. العلبه دي بقى هنا تفتحها كده تلاقي ايه، شوكه وسكينه وواحده كاتشب، وادي العلبه بتاعتنا. خلينا بقى نفتح ونشوف ايه الكلام ده. هنا بقى دي اللازانيا، دي هنا سوبر بيف لازانيا بايه بقى؟ بالسلامي والهوت دوج وبشاميل وموتزاريلا، حاجه كده اللي هو يعني ايه بلا دايت بلا بطيخ فعلا. نشوف الكلام ده. انا المفروض عملت دايت وخسيت شويه بس رجعت اتخنت تاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بص المنظر. هناخد حته تاني عشان اعرف احكم كويس، مش عشان انا حاببها يعني. اهم حاجه المصداقيه عشان يعني ايه نعرف نحكم صح. الحته اللي فاتت دي كان فيها لحمه بس كده، انا عايز الحته اللي فيها لحمه هوت دوج. لا انا مبسوط، انا مبسوط. اللازانيا هنا غرقانه في البشاميل، واللحمه المعصجه دي طعمها تحفه جامد جدا. السلامي والهوت دوج طعمهم حلو ونضيف وكل حاجه، بس اللحمه المعصجه دي خطيره ملهاش حل، مع البشاميل مع الموتزاريلا 10 10 يعني، انت مش محتاج حاجه تاني. وفي نفس الوقت برده ملحها مظبوط، ما فيهاش ملح زياده وقليل. اللازانيا دي عجبتني جدا. خلينا نخش على بعض. ونخش بقى على ثالث حاجه معانا وهي البيتزا. انا جايب بيتزا وسط اسمها بيف باربيكيو، يعني ما رضيتش اجيب تشيكن باربيكيو، حسيت ان هي ايه يعني موجوده في كل المطاعم. دي عباره عن شرايح لحمه وهوت دوج والباربيكيو صوص، وفي طبعا فلفل اخضر وزيتون. بس بالمناسبه يعني شكل البيتزا مش عاطفي خالص، يعني غير البرجر واللازانيا كان شكلهم خطير. هنا دي انا شكلها مش مريحني، هي تقريبا متقطعه بس على خفيف قوي. طيب ادي سمك العجينه كده، يعني العجينه تعتبر سميكه شويه، فخلينا ندوق ونشوف.
ودي كده أول حاجة تقع معنا في الفيديو ده. يعني المكونات لوحدها نظيفة، الميكس مع بعضه ظريف، كل حاجة. اللي مبوظ الدنيا هنا العجينة، العجينة يعني سميكة وفي نفس الوقت برضو مش طرية قوي، يعني تحس بسنة نشفان كده، فلا ما عجبتنيش. هي مش لدرجة إن هي وحشة يعني، بس لا عادية جدا ويمكن كمان أقل من عادي، فما تشجعش إن أنا أجيبها تاني. فخلينا كده نخش على بعده، ونخش على رابع حاجة معانا، ساندوتش بقى كده فراخ محترم اسمه تشيكن فلامينجو. أنا التغليف هنا عجبني جدا. نفتح بقى كده، يا سيدي يا سيدي شكله قوي جدا. ده هنا عبارة عن أربع قطع شيش طاووق مشويين محترمين كده، وفي برضو قطع رومي مدخن وخيار مخلل وشيدر سايح. العيش برضو نفسه كويس جدا، أدي شكل العيش. خلينا نقسم السندوتش من النص كده برضو، يعني الشيدر موجودة في كل حتة في السندوتش. الشيش طاووق هنا ما فيهوش غلطه، مشوي طعمه حلو قوي، يعني قطعه الفراخ نفسها طريه جدا جوسي، وبرده بهاراتها كويسه، والشيدر السايحه هنا عامله شغل جامد قوي. الرومي المدخن برده طعم حلو قوي، يعني بيستخدموا فعلا حاجات الكواليتي بتاعتها محترمه جدا، وحتى العيش برده طازه ما بيفرولش خالص، فساندوتش جامد. خلينا نخش على بعده. طيب نخش بقى على وجبه تانية كده، نفتح نلاقي برده ايه نفس الشوكه والسكينه والكاتشب، ودي العلبه بتاعتنا. نفتح بقى كده، دي بقى هنا تشيكن ماك اند تشيز. دي بقى هنا عبارة عن مكرونة فوسيلي ومعاها شيدر سايحة وموتزاريلا وصدور فراخ وبيف بيكن، وبرضه أنا شايف زيتون أخضر هنا. فخلينا ندوق كده. قطع الفراخ محترمة، يعني مثلا دي قطعة فراخ. يا ابني بطل لعب يا ابني حبيبي يا ابني. رحبوا معايا بالعضو الجديد لونا. ايه؟ لا لا دي مش حلوه، مش حلوه، في حاجات تانية احلى منها. طيب هي المكن تشيز هنا دي يعني مش عارف، حاسس ان هي محطوط فيها شيدر بزياده، مش عارف ما عجبتنيش قوي. يعني هي مش وحشه بس كانت محتاجه ان هي تتهندل اكتر من كده، يعني انا مش حاسس تقريبا بطعم الموتزاريلا خالص، انا حاسس ان هم حاطين شيدر بس. طبعا هو يعني ان انت تحط تغرقها شيدر دي حاجه تحسب لك يعني، بس الطعم بقيت حاسس ان هو فيه ملح زياده. فقطع الفراخ لوحدها حلوه، البيف بيكن حلو، المكرونه مش معجنه، كله تمام، بس الشيدر زياده قوي، زياده عن اللزوم يعني. فيا ريت بس يبقى في توازن ما بين الموتزاريلا والشيدر، خلي طعمها احسن من كده بكتير. خلينا نخش على بعده. نخش بقى على اخر وجبه معانا، دي المفروض بقى هنا حاجه تقيله يعني، وجبه ومعاها اتنين سايد وكده. تفتح بقى كده تلاقي الباكت ده، وتلاقي الاتنين دول وبرده الشوكه والسكينه وواحده الكاتشب. الوجبه دي هنا اسمها كريمي تشيز كازرول، هي بيجي معاها يا اما سايد واحد يا اما اتنين سايد، يعني لو سايد واحد تقريبا هيجي معاها باستا، بس انا قلت اجيب اتنين سايد. جبت بطاطس ويدجز وجبت حاجه اسمها فرايد رايز بولز، يعني المفروض ان هي كور رز مقليه، فانا لسه هنجرب ونشوف. فخلينا نشوف كده البطاطس الويدجز. نفتح بقى كده البطاطس الويدجز، كميه محترمه وشكلها مليانه بهارات، يعني شكل البطاطس صايم. البطاطس حلوة، بهاراتها لطيفة، بس كنت متوقع بهاراتها تبقى أحلى من كده كمان، بس حلو وكمية حلوة برضو. عايز تنزل؟ تعال تعال ننزلك. طب نشوف أول حاجة معانا. ده هنا الفرايد رايس بولز، وهي ما بقتش كور خلاص يعني، بقى هي طبعا لو كانت في المطعم أكيد كانت تبقى أحسن، بس عشان الدليفري والكلام ده. بالمناسبة مش هما اللي موصلين دليفري ليا يعني. الطعم هنا تحسه قريب شويه من الرز المعمر، يعني تحس الرز معجن في بعضه شويه كده وبس، ما دخلش دماغي قوي، كنت متوقع حاجه اقوى برضه. خلينا نشوف بقى الحاجه الاساسيه اللي معانا. اللهم صل على النبي. يعني في كميه جبنه هنا غير طبيعيه. طيب دي بقى هنا عباره عن صدور دجاج تركي مدخن مع صوص مشروم على كريم وكريمي تشيز وموتزاريلا، والكلام ده كله بيخش الفرن، فانا مش شايف اي حاجه من الحاجات دي، انا شايف جبنه بس. ايوه كده ايوه كده، المستوى القوي يرجع تاني. ايوه جامده قوي،
قوي. بس انا مستغرب ان هو كاتب ان هي بصوص المشروم، هو جايب قطع مشروم ومشروم فريش طبعا مش معلب، فمخلي طعمها احلى كمان من لو هي كانت جايب بصوص مشروم. يعني ماذا اقول، فعلا جامده جدا. الجبنه الموتزاريلا يعني مغرقه الدنيا هنا كلها، فراخ قطع مشروم تركي مدخن، كل ده طعمه حلو جدا، والكريم تشيز هنا طعمه حلو قوي. فلا هو طبق تقيل يعني، فعلا يستاهل. خلينا بقى نشيل الطبق ده من قدامنا واقول لكم التجربه كلها على بعضها عامله ازاي. طيب باختصار كانت تجربه قويه جدا. يعني بيسترو هو ايه؟ يعني بيقدم لك حاجه كواليتي بتاعتها قريبه شويه من مطاعم الفاين دايننج، بس باسعار اهدى شويه. هو طبعا اسعاره كده يعني فوق المتوسط بشويه، بس في حاجات وحاجات. يعني مثلا ساندوتش البرجر لا سعره كويس جدا على حجمه وعلى الكواليتي بتاعته، يعني سعره ممتاز. المكرونات والحاجات دي سعرها فوق المتوسط بشويه، بس قصاد كده انت بتاخد كواليتي عاليه جدا. فهو في المكرونات متميز جدا، ده المكان شيز محتاجه بس ان هي تتظبط لان تحس ان هي مملحه. البيتزا يعني بره المنافسه، ما عجبتنيش يعني، اقل من العاديه. اما بالنسبه للساندوتشات فلا هو ينافس وقوه، وساندوتش زي تشيكن فلامينجو ده ينافس فيه اماكن زي كوكدور وسمايلز وباسعار حلوه جدا. فتجربه قويه، اسعار فوق المتوسط بشويه، بس بتاخد قصادها كواليتي عاليه. وبس كده، دي كانت تجربه النهارده. يعني بقالي فتره بعمل دايت وخسيت ورجعت اعك تاني، بقالي بتاع اسبوع 10 ايام فرجعت اتخن تاني. طبعا اللي انا عملته ده يعني بوظ لي كل الدايت انا عملته. يعني ادي 2 شياطين عشان سكر ولدت اهي، بيسكا وتيفو. وانت رايح فين انت؟ وبس كده، تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.